في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، احتفلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة إسلسكا مصر بتخريج 404 موظفين حكوميين وحصولهم على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل السياسي والإداري بالدولة. بنخرج 404 خريج من مؤهلين في الجهاز الإداري للدولة، برنامج الماجستير المتخصص في إدارة الأعمال الحكومية، جزء منه بيبقى نظري في الفصول وجزء منه بيبقى تدريب عملي من خلال مشروعات تخرج هم بيختاروها من واقع شغلهم ومن واقع التحديات اللي قابلوها في مقر العمل بتاعهم. إدارة الأعمال شيء مهم جدا لكل من يعمل في يعني العمل العام أو حتى العمل الخاص، فدي مهارات مهمة جدا علمية بتدي ثقل للشباب العاملين. ده دور مهم جدا للارتقاء بمهارات الشباب العلمية والفنية. المبادرة بدأت من سنة 2013 من جامعة إسلسكا مع وزارة التخطيط بهدف تأهيل قيادات لشغل مناصب قيادية في الوزارات وفي المحافظات وفي المحليات. الطالب بيكتسب مهارات في كل الجوانب الأكاديمية، في المحاسبة والتمويل والإدارة والتسويق والإدارة الاستراتيجية، والهدف أن في كل مادة من المواد اللي بيدرسها الطالب فهو مثلا بيعد مشروع بحث. النجاح والتفوق ثمار تعبي وجهد جميع الخريجين من الدفعات الجديدة المتحمسين لتطبيق كل ما اكتسبوه من خبرات على أرض الواقع. أول مرة أحس أن الواحد استفاد بحاجة ونزلت على أرض الواقع، سواء في مستوى على مستوى الشغل أو مستوى الشخصي كمان. اتعلمنا في مجالات مختلفة، في حاجات فعلا يمكن ما كناش عارفين عنها، بقينا دلوقتي لينا نظرة مختلفة شوية، بقى عندنا رؤية أفضل أن احنا نشوف الواقع وقدرة أفضل على التنبؤ بالمستقبل. دعم لا محدود من الدولة المصرية لتمكين أبنائها وتسليحهم بأحدث الوسائل العلمية في مختلف المجالات، ما يعكس ويوضح أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. شروق الخطيب، MBC مصر.